يا جماعة بدي أعرف مين فاتح هذا المحل. هلو يا قلبي، انتو كيف كل يوم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير. وانت عم تشوف هذا الفيديو انا جنى، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. صح حبايبي، يمكن قرأتوا عنوان الفيديو. اليوم رح نجرب مع بعض اشهر كوكيز انتشروا على التيك توك. حرفيا كل ما كنت اعمل سكرول كنت اشوفهم، وكان شكلهم كتير 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 بشهي، يعني حرفيا كوكيز محشيين اشياء. عاوزك انا لازم اطلبهم عشان اجربه مع متابعيني، لانه انتو اكتر شي بتحبوه بقناة اليوتيوب تبعي هو تجارب الاكل. انا بفهم عليكم، بعرف شو هو الشيء اللي بتحبوه، فلهيك رح نعمل اليوم فيديو تجارب. بس قبل كل شيء يا قلبي، انتم لا تنسوا تعملوا اهم شيء، واللي هو انه تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله. خلينا نبدل الفيديو. بس دقيقه قبل ما نبدل، ايش رايكم بالتصوير؟ اكتبوا لي رايكم بالتصوير تبع الفيديو بالكومنت سيكشن. اعطوني رايكم هيك بالاضاءه، بالتصوير، اكتبوا لي رايكم. هذا هو البوكسيات، وصار معي جبته، فتحته انا عشان اتاكد من الطلبيه، لانه اكل الواحد يطلبه هيك خالص جاي على البيت بعيد عن السناكات وهالاشياء، فكنت شوي هيك براسي انه افتحه ما افتحه، ففتحته وتاكدت انه طلبيه ما في اشي. ولازم احكي لكم شيء، اسمعوا، لازم تشتركوا بالقناه، لانه عن جد ليش انا، لانه الفيديوهات يلي جايه محضرت لكم افكار براسي نار نار نار. المهم خلينا نفتح هلا البوكس واورجيكم انا شو طلبت وكم وحده طلبت. اوكي، حاطين هدول الورق يلي انا كثير بحب العب فيهم. اسم الموقع كوكيز، ما عم بعمل لهم اعلان، نوت سبونسرد ات اول، بس خلينا نشوفهم. هاي اول قطعه، شايفين قديش كبيره يا جماعه؟ حرفيا اتس تو بيج، يعني هاي قد ايه وزنها؟ ما كاتبين وزنها بس كتير تقيلة. جبت كمان واحدة تانية بجوز الهند عشان بعشق شيء اسمه جوز هند ووايت شوكلت. وفي عنا كمان واحدة هيك بيجي لونها غير عن التانيين اخواتها، عشان هاي هيك تكون انه الهايلايت اوف ذا فيديو. واخر واحدة جبتها هي هاي اللي بتكون العادية، اللي بتكون نورمال يعني، بس فيها شوكلت شيب وبس. هاي بيجي شكل الكوكيز، شايفينها كتير شكلها صراحة بشهي. هاي شو في بقلبها، او هي من شو؟ اوكي، هاي المفروض يكون محجي بقلبها هيزل نوت كريم، يعني كريم البندق بعتقد، اذا الله ما خيبني، محشيه بهذا الشيء. وهي بالشوكولاتة البيضة وبالشوكولاتة السوداء، ونحن هذا الشيء شايفينه من قدام. شايفين شكلها؟ هيك بيجي شكلها. اوكي، ذا نيكست وان كتير كبار يا جماعة، حرفيا قد ايدي تقريبا، انتم متخيلين؟ وكتير تقيلة. هاي ما حاطين عليها من ورا صراحة، غريب انه التعليمات او شو محطوط بقلبها. بس هاي بتذكر بالضبط شو كانت، هاي بتذكر كانت تشيز كيك كوكونات ومع شوكولاتة بيضة، يعني مفروض تكون بحشي بقلبها تشيز كيك على طعمة الكوكونات، ومن فوق حاطين لها هي الشوكولاتة البيضة وراشين عليها هيك شوية جوز الهند. انا كتير مبسوطة بالتصوير يا جماعة، اعطوني رايكم في الكومنتس بليز. اوكي، هاي تالت كوكيز عنا اياها لليوم، شوفوا شكلها ما احلى. هيك بيجي شكلها صراحة، ما عليها شيء من فوق، بس انه حسيتها انا كتير ملفتة للنظر، ما بعرف كيف، مع انه ما محطوط عليها شيء من فوق ولفتت لي نظري يعني، تخيلوا. هاي كمان ما محطوط عليها للأسف من ورا شو في بقلبها. بس هلا رح نفتح الموقع مع بعض ونقرأ مرة تانية شو في بقلبهم. بس بعد ايد هاي فيها نوتيلا وإشي تاني بس مش متذكرة شو، بس هاي محشية نوتيلا. وهاي عنا الهايلايت اوف ذا فيديو باللون تبعها، كتير ملفتة وكتير هيك شدتني، اللون الأخضر كتير كتير بحبه، بس مش ألواني المفضل، لأن اللون المفضل هو الأسود، أنت بتعرفه، بس إنه يعني لفتت لي نظري. هيك بيجي شكلها، شكلها كتير كيوت يا جماعة. وهاي من ورا مكتوب عليها شوفي بقلبها، هاي اسمها هالك، يعني اسم الكوكيز هالك، وموجود بقلبها نوتيلا واوريو، حاشينا نوتيلا واوريو. رح احاول اورجيكم الصوره هون من جوا، شايفين صورتها من جوا كيف؟ هيك المفروض يكون شكلها هي لما نفتحها هلا بالسكين. انا مره متحمسه اني اجربهم عن جد، ووصلوني بطريقه كتير كتير سريعه، بعد 3 ايام كانوا عندي. اوكي، ليتس تراي ات، ليتس تراي ات. اول شيء قررت ابدي فيه هو هاي، لانه كتير منظره عن جد حرفيا بشهي، وكتير لونه كمان مغري، فخلينا نبدي فيها. نقطع بالنص واوريكم الحشوه اللي جواتها، كتير متحمسه اشوف انا هذا المنظر، بالفيديوهات كان شكله كتير بشهي. سكين، وريحتها بشهي، ريحتها نوتيلا يا جماعه، او ماي جاد. اوكي، هيك بيجي شكلها للكوكيز، قديش كبيره. اوكي، انا هلا رح ابلش اقطعها، بس انتو كل شيء رح تشوفوه قدامكم على الفيديو. اوكي، يلا بسم الله. العجينه صراحه كتير كتير طريه، ريحتها للكوكيز شو بدي احكي لكم، كتير كتير يعني شهيه على الاخر. او ماي جودنس يا جماعه، شايفين شكلها من جوا قديش رائع، قديش بشهي. او ماي جاد، هاي القطعة اللي رح اجربها، انا متوقع ان يكونوا كتير دسمين، لهيك ما رح اكل كتير من كل قطعة عشان اقدر اتحمل الكمية كلياتها. هاي بسم الله الرحمن الرحيم.
هيك بيجي شكلها مرة زاكي. يلا نجرب. واو واو، انا فهماني ليش طلعوا فايرل اون تيك توك، عن جد فهمت. العجينة it's perfect. شايفين كيف العجينة؟ واو. لا كتير 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 صعبة. بس في شيء سيء انا عملته انتم ما لازم تعملوه، هو انه فتحت الكيس بهاي الطريقة، وهلأ بدي ارجعهم على الكيس محلهم. اسمعوا بس كتير زاكي، انا ما كنت متوقع، يعني متوقع انه تكون زاكي لانه منظرها كتير كتير هيك ملفت للنظر، بس هالقد يامي 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 يامي. اوكي هلا تاني قطعة نجربها، واللي هي هاي اللي بتكون محشية بالنوتيلا. انا ورجيتكم كيف بيجي شكلها، شكلها عن جد مع انه هي ما عليها اي توبينج، بس انا لفتتني نظري هاي. هلا رح احاول افتحها بس بدون ما اخرب الكيس عشان اردها اقدر ارجعها على الكيس. هذا الشيء خطير يلي انا عم بعمله صراحة، يعني يمكن اروح ايدي. هيك بيجي شكلها، انتم متخيلين قديش كبير؟ متخيلين قديش كبيرة وسميني حرفيا. شكلها زي ما حكيت لكم كتير كتير زاكي. خلينا نقطعه علشان نشوف هاي شو محشية. انا كتير متحمسة لهذا الشيء. هاي كتير كتير سمين يا جماعة، والعجينة تبعهم صراحة مرة ناجحة، يعني العجينة كمان بتلعب دور بالكوكيز. يلي بحبوا الكوكيز رح يفهموا شو قصدي. طيب واو واو واو، شايفين شكلها من جوا قديش مبين زاكي. هاي كمان محشية اوريو. هلأ احنا اللي رح نعمله، رح كمان نقطع هيك قطع صغيرة. هي المفروض تكون صغيرة بس انا بالصغير لا يتحمل شوكولات، عش اشي اسمه شوكولات. رح اخذ هاي القطعة. على فكرة كمان انا عم بشوف انه فيها كراميل او هيك شيء او مارس، شايفين انه فيها شيء كمان مش انه بس نوتيلا واوريو. منقول بسم الله ومنجربها. يا ربي انا ليش طلبتهم؟ اذا ادمنت انا هذا الشيء مشكلة، وبعتقد اني ادمنته. كتير طيبين. هاي في بقلبها تويكس يا جماعة، ما في بقلبها مارس زي ما حكيت لكل. تويكس هو اللي معطيها الكراميل. واو العجينة مستحيل قدي زاكي. العجينة مليون من عشرة. يمكن انا حبيت العجينة اكتر من جوا العجينة. مليون من عشرة، كتير طيبين. اللي قبل الأخيرة اللي حنجربها هي هاي يلي بجوز الهند وتشيز كيك. هاي انا صراحة كمان كتير كتير متحمسيت لاني بعشق شيء اسمه جوز الهند بكل شيء، كل شيء حرفيا. حتى الشامبو تبعي ريحته جوز الهند، تخيلوا. وهي كتير سمينة يا الله. إذا عندكم فضول تعرفوا قديش سعرها، سعر الوحدة كان 7 يورو، يعني ما يقارب 7 دولار أي جيس. فتخيلوا أنتوا قديش كبار. أنا أول شيء فكرتهم غاليين صراحة، بكذب عليكم إذا بقولكم ما فكرتهم غاليين، بس بعد ما وصلوني وشفت هذا المنظر I was like إنه أبدا مش غاليين، أبدا مش غاليين. يعني هي تقريبا كبرى كبر إيدي. ايدي انا. هلا رح احطها على الصحن ونقطعها مع بعض ونشوف هاي التشيز كيك اللي بقلبها شو طعمته. هاي يمكن تعبنا شوي بالتقطيع لانه عليها من فوق شوكولاته بيضة. هيك بيجي الشكل يا جماعه. صراحه شكلها مش كتير كتير مشهي، يعني انا بحب الشوكولاته السوداء اكثر، بس خلينا نجربها. هاي قطعه الصغير المتواضعه. مهم نقول بسم الله ونجرب. اوكي ما بعرف شو بدي احس. العجينة عم تنقص كل شيء. العجينة تبعهم كتير كتير طيبة. السماكة اللي فيها كتير زاكي، يعني هيك هي بتصير كريمية بالطعم ما بتقعد عجينة. تشيز كيك ما عجبني، فيه طعمة كريم تشيز كتير، فهمت شو قصدي؟ أنا هاي الطعمة ما بحبها تكون ظاهرة. وجوز الهند ما جاي غير من جوز الهند يلي حاطينه برا. صراحة ما كتير جوي، ما حبيتها، توقعت إني أحبها وكتير كمان، بس نو صراحة ما كتير. بس إنه هي it's not bad تأكل، بس عن جد الخضرة كانت أطيب من هاي. بعطيها 5 من 10، 6 من 10. هي it's not bad والله، بس أنا توقعت شيء أسكى من هيك، لأنه يمكن أكلت اللهم صل على سيدنا محمد المحشية نوتيلا والخضرة كانوا كتير واو كتير نار، فتوقعت إنه هاي اللي بتشيز كيك وجوز الهند تكون كمان كتير طيبة، لأنه أنا بعشق شيء اسمه جوز الهند. بس إنه ماشي حالة. رجعت على الكيس أنا عشان نجرب آخر واحدة، وأنا ما عاد فيني، السكر عندي وصل لهون. أوكي هاي عنا آخر كوكيز لليوم، وهاي المفروض يكون طعمتها شوي بوينو، يعني الشيء اللي بقلبها تكون طعمته شوي بوينو because hazelnut، يعني كمان ال يا الله شو اسمه هذا بالعربي، البندق، عرفتوه. خلينا نشوف هاي شو بتقول. صراحة ريحتها كتير كتير زاكي، بس هاي مانا كتير كبيرة زي اخواتها التانيين، بعتقد مبين صح. بس شكلها صراحة كيوت جميل، انه it's not bad، يعني ما فيها شي مش حلو.
كل مكان في شوكولاته بكل مكان. والله بنقول بسم الله ومنقطع تقطيع ساتيسفاينج على الاخر. والله زي ما توقعت فيها زي ما قلت لكم كريمه البوينو او شيء، لانه شايفين كيف شكلها بيجي من جوا. راح اقطع قطعه صغيره عشان اجربها كمان. هاي this is how it looks. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينه كتير سوفت. او ماي جاد واو. زي ما توقعت وزي ما حكيت لكم طعم. طب وينه بوينو كتير زاكي مع كوكيز. واو او ماي جاد. بدي اعرف مين فاتح هذا المحل. بدي اروح لعنده اعبطه. هذا اشي كتير زاكي. حرام والله حرام. اذا انا ادمنته مشكله. اخر كوكيز اطيب كوكيز والله العظيم. وختامته هم مسك. بس انا كتير يمكن عند السكر هلا يطلع. الحمد لله على المي والله. اوكي اللي بدي احكي لكم اياه هو انه انا لازم هلا بس اقوم انهي الفيديو واغسل ايدي بسرعه. تقييماتي للكوكيز هي هاي اللي جربتها اخر وحده مع هيزل نوت كريم ذا توب 1، يعني حرفيا بتاخذ رقم واحد. الرقم الثاني بياخذوا الكوكيز اللي لونه اخضر. الثالث الكوكيز اللي فيه نوتيلا، مع انه بالاخضر والنوتيلا انا كثير محتاره بس حبيت الخضر اكثر. والرابع التشيز كيك مع الكوكونات. ما كانت طعمة كوكونات ابدا، يعني لولا هدول اللي فوق انا ما حسيت طعمة كوكونات. بس انه هيك انا رتبتهم، هيك عجبوني اكتر شيء، وهني عن جد حرفيا كتير كتير طيبين. بس والله يا قلبي انتو هيك بنكون وصلنا نهاية الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم. اذا حبيتوا واستمتعتوا بالمشاهدة لا تنسوا تعملوا اهم شيء اللي هو انه تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله بالوقت اللي بنزله فيه. تابعوني اكيد على انستغرام وسناب شات وتيك توك، كل الاسماء محطوطة هون قدامكم على الشاشة. وعلشان ما تدوروا كتير حطيت لكم الروابط بصندوق الوصف. انا بحبكم قد الدنيا وبشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي يا قلبي. انتو بايدين عليها كوكيز. I am sorry.